يكاد يخلو مجتمع من قضايا التحرش الجنسي، سواء كان ذلك بالأقوال أو الأفعال ذات الطابع الجنسي التي تنتهك جسد ومشاعر وخصوصية الضحية. وقد ينعكس هذا الفعل على الضحية ليعيش في حالة من عدم الاستقرار النفسي والشعور بالضعف والخوف والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة وعدم الأمان، وقد تستمر هذه الأعراض على المدى البعيد. أنا جاني اكتئاب في فترة المراهقة، وكان اكتئاب حاد، يعني وصلت معي إنه أفكر بالانتحار، واستمرت معي من عمر 16 تقريبا إلين الحين. أنا الحين عمري 24، فقررت إن أنا أروح الطبيبة النفسية، فقالت لي إنه خلنا نتكلم شوي عن الماضي وكذا. فقالت إنه هذا الموقف اللي هو إنه مر عليك في الطفولة، موضوع التحرش وكذا، حتى لو أنت ما تشوفين الأثر النفسي مباشر، ممكن إنه هو اللي قاعد يترك كأنها تسربات هي اللي قاعدة تأثر على نفسيتك وعلى طريقة يعني تعاملك مع الحياة. يوم جلست معه اكتشفت إنه تعرض لعملية تحرش. حاولت إني يعني أتلافى الموضوع كامل، فكنت أمام خيارين. الخيار الأول إني أسكت عن الموضوع من باب الستر والعيب، أو إني أوضع حد للي بيصير مستقبلاً حفاظاً على والدي. فتحولت القضية لقضية جنائية. الوالد يعني صار مر فترة إنه في حالة فزع، يعني يصحى من نص النوم يأكل ما يأكل، في عيونه خوف مني، من نظراتي له، من نظرة أمه، يعني صار عنده زي الانطواء، ما يبغى يطلع حتى من البيت. العلاج كل ما كان مبكر كل ما كان جودته أفضل وأفضل وأحسن، لتجنب الإصابة في المستقبل. العلاج المبكر ما بعد الصدمة يعتمد على الحالة وتقييمها في العيادة والإشراف عليها من طبيب، مثلا إذا كان طفل فهو طبيب أطفال، مع حضور فريق علاجي كامل من أخصائي أو طبيب نفسي، وتقييم الحالة وأثرها النفسي، هل ممكن يحتاج علاج وقتها أو ممكن يحتاج جلسات فقط سلوكية، هذه ما بعد الاعتداء أو التحرش الجنسي. في المستقبل أو عند الكبار يعتمد عليهم أنه لازم هم يبادرون بطلب المساعدة. ومن بين الجهات المعنية داخل السعودية من أجل تقديم البلاغات أو طلب المساعدة عند الحاجة هي الاتصال على رقم 1919 من أجل بلاغات العنف الأسري، 1116111 خط مساندة الطفل من برنامج الأمان الأسري، 937 من أجل طلب الاستشارات الطبية، أو التبليغ عن طريق تطبيق كلنا أمن. كما أن غياب الحوار المجتمعي والأسري والنقاش بمواضيع التحرش الجنسي والحماية من الأذى قد يفاقم هذه القضايا في أي مجتمع، وبالمقابل فإن الاعتراف بوجود المشكلة والتوعية الصحيحة هي أولى خطوات إيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات الوقائية. وعد عارف، NBC الرياض.